كم نفتقدك أيها الفارس نبيل مجدي مهنا رحمه الله. مجدي يحتل مكانة خاصة جدا في قلوبنا جميعا، في قلوب كل العاملين في قناة دريم، وخاصة قلب الدكتور أحمد بهجت مؤسس هذه القناة. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد بهجت. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كنت بقول في المقدمة، احنا دايما لما بنقعد مع حضرتك وبتحكي لنا حكايات عن دريم، بيبقى دايما الأستاذ مجدي مهنا بطل رئيسي في حكايات حضرتك عن دريم. هو الحقيقة مجدي الله يرحمه ويحسن إليه كان شخصية متميزة غير عادية الحقيقة، يعني كان النقاء كله في 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 هذا الشخص الله يرحمه. الله يرحمه. وكان قادرا على إن هو يكتب عمود، أحسن عمود كان بيتكتب في مصر كلها الحقيقة في الفترة اللي هو كان موجود فيها، ولا زال. يعني هو يعتبر، أعتقد إن هو كان أعظم كاتب عمود أنا يعني قريت له. وكان عنده من النقاء ويعني النزاهة والأدب، وكان يستطيع أن يتكلم في أي موضوع ويكتب فيه بدون ما يجرح أي حد. صحيح. ولكن فكرته كانت تصل لكل الشعب المصري اللي بيقرأ له، وكان محترم من كل الناس، يعني جميع القيادات في جنازته الله يرحمه كانوا موجودين كلهم، رغم ان هو كان بيهاجمهم بأدب شديد، ولكنه كان بيوري كل عيوبهم وأخطائهم في منتهى الأدب، وحضر كل تقريبا المسؤولين في وقت جنازته نتيجة احترامهم ليه رغم المهاجمة اللي كان بيقولها لهم في عموده. هذا فكرة ان هو يقدم برنامج في دريم جات ازاي يا دكتور؟ والله انا كنت معجب جدا بالعمود بتاعه، وبعدين حبيت الحقيقه ان هو ما كانش يعني ما كانش بيفكر في الحكايه دي، وقعدت معاه واقنعته ان هو لازم يجي يبقى معانا، لانه انا كنت حاسس ان هو بقدرته على ان هو يعني يصير المواضيع الصعبه بسهوله شديده في عموده كان هيبقى مكسب لينا ان هو ينضم للقناه. والحمد لله ان هو كان معانا وتعب معانا، وكان من اسباب لنجاح هذه القناه، واحنا كلنا يعني فاكرينه بكل خير الحقيقه، وربنا يغفر له ويرحمه. كان خجول يعني، ازاي قدر يواجه الكاميرا؟ كانت ايه؟ وكان مؤدب للغايه، وكان صحيح. وفي نفس الوقت كان قوي الشخصيه، يعني مش شخص طيب يعني تقولي عليه ان هو متساهل، لا، بيحترم نفسه وعارف قيمته، وكان الحقيقه من الناس اللي هي يعني عمرنا ما هننساه، يعني عارفه، لانه ترك بصمه عند كل الناس. صحيح. احنا كلنا بنعمل لك مشاكل يا دكتور، مجدي كان بيعمل لحضرتك لا مشاكل. لا يعني هو مجدي الحقيقه عمره ما جرح في حد ابدا. صحيح. بالتالي شخص كان جميل، وكان المعشر بتاعه لطيف جدا، وكان من ألطف الناس اللي الواحد يتعامل معاها الحقيقة في المجال الصحفي وفي مجال الإعلام. وبالمناسبة أنا عشان خاطر إحنا دايما بنشيد بالمذيعين والمذيعات، إحنا عندنا الدكتور محمد خضر الحقيقة هو المايسترو. صحيح. اللي كان بيقود هذه المسيرة سنوات طويلة، وأنا عشان خاطر يعني مش عايز أتكلم بس على الناس اللي بتذيع، لان هو الراجل اللي ورا الستار، هو المايسترو اللي قدر يظبط الدنيا كلها الحقيقه في خلال السنوات. وهو مثال ايضا للاخلاق الحقيقه، يعني أخلاق مهني جدا وخلوق، مهني وصاحب مبادئ وصاحب اخلاق عاليه جدا. انا بختلف معاه وبنتخانق انا وهو، وبنتناقش وبنتجادل، لكن دايما بينا احترام وقواعد مهنيه بنفخر بيها في قناه دريم الحقيقه. انا الحقيقه حبيت اقول ان هو يعني ان كل هذه الكوكبه من المذيعين والمذيعات اللي هم كانوا ناجحين جدا وعملوا قناه دريم، فهو كان المايسترو اللي ورا الستاره اللي هو بيدير المكان بذكاء وبخلق عالي واحترام. صحيح. وبنزاهة شديدة الحقيقة، يعني نزيه ومهني. عشان كده أنا حبيت يعني أستخدم هذه الفرصة، رغم أن احنا يعني بنتذكر مجدي مهنا بكل حب وتقدير،
الا ان احنا لازم نفتكر برضو ان كان في مايسترو موجود وقاد المسيره دي سنوات طويله، وكمان الاستاذ اسامه عز الدين اللي هو رئيس مجلس الاداره اللي كان دايما هو اللي محافظ على النشاط بتاعنا ومحافظ على الماليات بتاعتنا ومظبط حالنا في ظل جميع الظروف اللي كانت معقده. هو كان مظبطنا كليا كلنا. تحية ليه طبعا للسيد أسامة عز الدين رئيس مجلس إدارة دريم. صحيح. طيب بعد 15 سنة من حلمك دريم، الناس بتقول إنك قربت تتنازل عن الحلم، ده حقيقي؟ لا، عمرنا دريم هتفضل موجودة دايما إن شاء الله. وإحنا مش إحنا بنتوسع، يعني إحنا بادين قناتين جداد الحمد لله، وأنا متفائل إن إحنا هنوصل للعالم العربي ولأفريقيا، لان انا شايف ان احنا لازم نلقي الضوء على افريقيا اللي هي مستقبل مصر في افريقيا لو احسننا التصرف معاها ولو بذلنا المجهود المطلوب عشان نتواصل معاهم، لان هم بيحبوا مصر بس مش شايفين مننا لسه اهتمام من جانبنا احنا بيهم. فاحنا بنحاول ان احنا نوصل لهم عن طريق ان احنا ننمي هناك عندهم ونعمل مشروعات ونساعدهم على ان هم يستفيدوا من خبرتنا احنا، ان هم يرتقوا بصناعاتهم وبالسياحه بتاعتهم وانشطه الترفيهيه وكده. فانا ان شاء الله متفائل ان احنا يكون لنا دور ايجابي معاهم. اسمح لي يا دكتور، يعني حضرتك معانا على الهواء، انا عاده يعني بيبقى عندي حرج ان اتكلم عن حضرتك لان احنا بنشتغل مع حضرتك، بس اسمح لي باسم كل الشباب اللي موجودين في دريم نشكرك، لان حضرتك كنت دائما داعم لقيمه الاجتهاد الجاد، فدايما لما بنحصل لنا اي تقدم انا بتواصل مع حضرتك واقول لك حضرتك صنع هذا النجاح لانك اديتنا فرصه، فالشكر ليك واجب الحقيقه. الله يخليك، كتر خيرك، اشكرك جدا جدا. شكرا يا دكتور احمد. الدكتور احمد بهجت مؤسس قناه دريم، شكرا يا فندم.